واقفين ما علينا ما بينا. تدزنا من هنايا كيبان لينا الراس ديال الحنش، راس كبير شويه، دخل راس كبير خرج راس صغير، يعني الحنش والد فهمتي. والناس هنايا تخلعوا على ولادهم وعيطنا على البومبيه، البومبيه جا وقال لك حنا ما يمكنش لينا حنا ندخلوا حتى ناخذوا تصريح من عند موالين الدار. صافي مشاو البومبيه وحنا دابا جاو الناس تفارضوا وداروا السيما وداروا داك الشيء باش يحاولوا ما يخرجش هاد الحنش هذا يعض شي واحد ولا شي حاجه. وباقي قائم ضروري الحنش، راه ما يمكنش تحبسوا بالسيما ولا يقدر يطلع في، يعني هنا كاينين شي ثلاثه ولا اربعه الحناش كيهدوا السلامه ديال المواطنين هنايا. كنطلبوا من الجهات المسؤوله باش تجي تدخل وتشوف هاد المشكله اللي كيهدد السلامه ديال المواطنين. وشكرا. واحد الكارثه هنايا وقعت راه ما شاء الله. المهم واحد النهار بداو تيبانوا لنا الحناش، ديك يبان لنا بالولا واحد، شي شويه ولاو تيبانوا جوج اخرين، شويه ثلاثه، حد الان ما عرفناش شحال من واحد كاين. والمسؤولين ما داروا والو، حتى جات البومبيه عيطنا عليهم، جات ديك الساعه وقفوا ضربوا واحد الطله ومشاو بحالاتهم. اما هذا الشيء اللي شي مصيب دابا داروها المواطنين، واحد داري سميتو حسين وعبد المولى، هما اللي ساكن تكلفوا بهذا الشيء هذا داروه. والناس ديال الدرب راه باقي راه بحال كاين، حيت دابا دخلوا لداخل دابا راه ما ماتوا ما والو، باقيين دابا نيت هنايا اخويا. دابا لو بليبار واحد القضيه اخويا، كانوا هنا الطوبات كيدوروا المشاش ما بقاوش نقاردوا، يعني كلوهم ما بقاوش دوك الطوبات كيدوروا اخويا. والمسؤولين راه ما داروا والو اخويا، ما نكذبش عليك، راه حدنا عيطنا على البومبيه جاو وقفوا هنايا صافي هما يمشيو بحالاتهم. هذا الشيء اللي كاين، وكنطالبوا حنا يجيو يقتلوا لينا هذا الشيء نعرفوا شنو كاين خويا. ما تعرف يدوز لشي دار اخرى، دابا راه غيدوز من دار لدار، راه يقدر يبقى غادي مع مجرى المياه تيخرج حاجاك من شي طواليت ويطلع لشي ناس اخرين. ضروري هذا الشيء خويا، حيت هما ما ماتوش، راه ما ماتوش، راه باقيين حيين خويا.